مكثركم عدد يا معشر الشعار مكثركم من طول زاملكم تعبنا من مدام يا معشر الشعار مكثركم من طول زاملكم نعم تعبنا من مدام احنا اخوه كل ليلة الثانية اثنت بس احسن الاخبار ما هي شيخ طاب الفرح والانس والعوني من طاب الفرح والانس والعوني بحضوركم من جين في الظاهر يبين طاب الفرح والجود والانس والعوني من بحضوركم من جين في الظاهر يبين شاجر من الوطن بالضبط شعار من قالوا المشاجر مرحبا يملي الوطن بالضيف والشعار والناس اجمعين من حوف في المهره الى بندر عدن يا مرحبا وحضور يا مرحبا وحضوركم محسوب دين غالي ولا بد البغالي اي ثمن حضوركم اغلى من الكنز الثمن في وسط الجهام ولا علي لدعيت كلا استعد ما يمنع بشاهد البراق في خصب الجهام لا يا علي لدعيت كلا استعد بشاهد البراق في خصب الجهام يا ملك العادات عد الهلك يا مرحبا مليون بابا يا مرحبا مليون بابا الدفسن لا يا علي ندعيت كل من يستعد بشاهد خصب الجهام كل من يستعد بشاهد المرات في خصب الجهام يا ملك العادات فتعد العدد يا ملك العادات هلجك بالعدد يا ملك العادات هلجك بالعدد يا مرحبا مليون وضرب في السنة يا مرحبا مليون وردف بالسلام قال لو ماشي الهبي تقبل كانت قال لو ماشي الهبي تقبل بالمدة نصايح في حصول القصر نصيح بالكنز قال لو ماشي الهبي تقبل بالمدة نصايح في حصول القصيدة وقت من العيب اللي بيها الخطأ لو بيحصل لازم يقول له ترتيب هبل غير وقت من العيب اللي بيها الخطأ لو بيحصل لازم يقول له ترتيب هبل غير اتبع ناس بعض من سمع هبل ينقل انهم من الحب ارقام من سكت بيدوا حتى يجابع حتى تجمع الناس اللي قول ايش من خدهم من قصد ما فيه كما يجب الهبل يتقبل بالمدة الخايفة